حاجة اتعلمتها من شباب الحد شيبي، لما اقول ابقى قد القول، ولما اعمل ابقى قد رد الفعل. قلب ابيض مع اللي بيجي معايا دغري، واسود من عتمة الليل مع الحورتجي اللي بيقرب لي بشر. انا جعفر العمدة كبير السيدة عيشة، وحابب اعرفكم على حريمي دي نرجس، الحتة الشمال حبيبي جعفر اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. حبيبي جعفر هي دي العشتة الشمال. وطبعا بما ان جعفر العمدة هو المعلم، خلاص يا بنت ما بيتجوزش واحدة، وخلاص يا بنت ما بيتجوزش واحدة بس. وحب اعرفكم على حريمي التانية دلال. دلال دلال دي بقى الحتة الجوانية. ايدي بوسي ايدي، بوسي انت بوسيني انا قدام الكاميرا، بوسي ايدي. دي دلال حبيبة قلبي. طبعا انتوا هتلاقيكوا فاكرين ان هما اتنين بس، ربنا التاني نعم كتير قوي اهمها حب الحريم، فعشان كده اكتفيتش باتنين، قلت سوريا هي دي اهم واحدة فيهم. حكايتنا بتبتدي بالسر. جعفر انا عايز امضي اي ورقة. جعفر ده اخويا سيد، دراعي اليمين، ايدي بتاكلنا. جعفر ما بقدرش اشتغل غير بسيد. اي عقل، هو اللي مخلص كل الشغل والاعمال كلها. خلاص استنوا بقى عشان هتكلم دلوقتي في الجد بقى، ابعدي بقى يا بنت. حكايتنا بتبتدي في السيدة عائشة بيوم خطف ابني انا وجعفر. ايه ده ايه الجمال اللي داخل علينا ده؟ ايوه معلم، ايه الكلام الحلو ده؟ استاذ جعفوري يا قلب المعلم جعفوري، اتفضلي اقعدي. ايه الصوت ده؟ لا شكلها فاسد يا معلم. جعفوري انا سمعت ان انت بتسلف فلوس. بطلت يعني؟ هي جت على الدودو وبطل. هو انت ما قلتليش انت عايزاهم ليه؟ اصل بابي محبوس في السجن، محتاجين 40 مليون جنيه. محبوس؟ وهتسديلي الفلوس ازاي؟ لا ده انا بابي شاطر جدا، اول ما يطلع هيرجعهم لك. لو بابي كان شاطر ما كانش يتحبس. احب اقولك ان بابي ليفا. ليفا؟ انا ممكن اديهم لك بس بشرط. ايه هو الشرط؟ اتجوزك. انا اتجوزك انت؟ توتي نيفر اتجوزك انت؟ ومن شدة حزني على ابني المخطوف قررت اتجوز الرابعة. او ماي جاد، تعالي نورتي المنطقة. ايه ده؟ مين ده جعفر؟ ايه يا المنطقة عندنا كده؟ جود اي ام جود. هي مين دي؟ تبقى لها الرابعة يا ريس. رابعة؟ رابعة. بختك يا جعفر، يا بختك يا جعفر. أم أشكال كذابة. أو قرر جود جود أم شمس ساندي. مين ده جعفر؟ مين ده جعفر؟ هنا بقى عندنا بيجوا الممثلين يمثلوا ويصوروا. أوه ده الغيب بتاعي. عيلة بخضرة. سيبك بقى من الخضرة دلوقتي، تعالى أوريكي شقتك. يلا أوريكي شقتك. I love you go home. تعالي بقى على الشقة. جعفر مين ده جعفر؟ جعفر انا هعرفك دلوقتي على اخواتك. اهدوا هقول لكم. مين يا جعفر؟ مين يا جعفر؟ دي اختكم عايده الرابعه. يا رب بقالي 19 سنة محروم من ابني، يا رب الاقيه. يا رب الاقي ابويا. 19 سنة مسايا مش لاقي ابويا. يا رب انا مش عارف الدنيا دي صعبة كده ليه، مش عارف لفيت الكوكب كله ان الاقي ابني مش لاقيه. 19 سنة محروم منه. 19 سنة مش لاقي ابويا وتايه. يا رب الاقيه. انت يا ابني تايه بقالك 19 سنة مش لاقي اهلك؟ مش لاقيه. اتخطفت من المستشفى ولا ايه؟ اه بقالك 19 سنة؟
19 سنة. يا رب تلاقي ابوك، ادعي لي ان انا الاقي ابني، ابني برضه اتخطف من مستشفى من 19 سنة. يا رب تلاقيه. يا رب الاقي ابني وانت تلاقي ابوك. انزل يا باعة بنت الكلب. انزل. انزل. يا معلم يا تعال بصر ابو سيدك يا معلم، ابو سيدك يا ابو سيدك يا معلم، بتمد ايدك على مراتي يا كرم. اديها يا معلم، اديله محدش يعوق. انت لو قصد الامتحان مش هتمد ايدك على مراتي يا كرم. بتضرب مراتي يا كرم، بتضرب مراتي، بتضرب ما بقاش الا كريم فتح الله. السيدة زينب كلها تشهد، عيلة فتح الله هما اللي بدأوا النكش، وجعفر العمدة في النكش ما يقولكش. السيدة زينب ما فيهاش غلبان وهلفوه، السيدة زينب فيها محترم ومش محترم. اللهم بلغ. ابو سيدك يا معلم، ابو سيدك يا معلم، انا بقول لك فين يا معلم. بص يا سرايا، بص يا سرايا، اشهدوا يا منطقه، سرايا مرات جعفر العمده بتبوس ايدي قدامكم كلكم. بص يا سرايا وانا اقول لك ابنك فين. ابني فين والنبي يا معلم؟ بص دي كمان يا سرايا، ابني فين والنبي؟ ودي كمان يا سرايا، ابو سيدك والنبي يا معلم، قول لي ابني فين والنبي. سويت جعفر العمدة استيام يام بالله ده تشاوت بلان. حق جعفر مرحب. المرة الأولى بعتلي واحد يقتلني وما صابتش عشان أنا جعفر العمدة، وبعتلي واحد يخطف ابني بس أتأكد، بس مع إن أنا جعفر العمدة وهتأكد لأن أنا جعفر العمدة، إنما بالنسبة للي كانت بتحب على إيدك دي اللي كانت مراتي ما تتحاسبش عليا. أنت طالع يا سرايا. يا لهوي يا لهوي. يا رب انا تعبت يا رب، امتى لقيتني بقى يا رب؟ بابا